أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن الوقاية من فيروس كورونا وسط البروتوكولات الكتيرة والأدوية الجرعات والكلام الكتير اللي مكتوب على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسط الإشاعات والكلام الكتير. حتى الآن لم يثبت وجود ولا علاج ولا ماسك لفيروس كورونا، وكل البروتوكولات اللي الدول بتستخدمها أو اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا اجتهادات شخصية لدكاترة أو أبحاث علمية كتير اتعملت لم يثبت فعاليتها علميا إن هي لازم تتطبق لعلاج فيروس كورونا. أما بقى بالنسبة للفيتامينات، الفيتامينات فعلا ممتازة جدا لرفع مستوى المناعة بتاع الإنسان، لكنها حتى الآن لم يثبت برضو فعاليتها في إن هي بتقي ضد فيروس كورونا. وإن إحنا بنشوف بروتوكولات كتير قوي على الفيسبوك بتتكلم عن إن إحنا لازم ناخد الفيتامين الفلاني بأقراص بكميات بتركيزات معينة، لكن في الحقيقة دكاترة كتير على مستوى العالم اتكلموا وقالوا إن لم يثبت علميا استخدام الفيتامينات في علاج فيروس كورونا. وعلشان كده حلقة النهاردة بتتكلم عن سوء استخدام أقراص الفيتامينات والهلع والقلق اللي خلى فئة كبيرة جدا من الناس تجري على الصيدليات وتسحب كل الفيتامينز الموجودة في الصيدليات وتخلصها، ولما يجي مريض فعلا في احتياج ليه الدواء ده يلف على الصيدليات ما يلاقيهوش. مفيش فايدة من تخزين الأدوية دي كلها، لأن لم يثبت علميا ان استخدام الدواء الفلاني ده في علاج فيروس كورونا. حتى الآن لا يوجد غير الباراسيتامول فقط، وده مسكن وخفض للحرارة ليس أكتر، يعني ملوش أي قوة في علاج الفيروس في حد ذاته، هو فقط بيخفض درجة الحرارة. وكل الفيتامينات وكل الأدوية اللي الناس عمالة تسحبها من الأسواق ما هو إلا رعب من الفيروس وخوف من المرض. لكن مفيش مانع ان احنا نعرف ايه اسباب ضعف المناعة، وازاي اعرف ان انا مناعتي ضعيفة او لا. ما هو مش كل الناس مناعتها ضعيفة، لازم نعرف الاول احنا مناعتنا ضعيفة ليه، او ازاي نعرف مناعتنا ضعيفة او لا. اهم علامة من علامات ضعف المناعة ان الانسان يجيله التهابات بصورة مستمرة ومتكررة. يعني مثلا واحد يجيله برد طول فترة الشتاء، كل ما دور البرد يخف يرجع له تاني مرة واثنين وتلاتة واربعة وعشرة طول فترة الشتاء. او مثلا واحد عنده قيء او اسهال بصورة مستمرة وكل ما ياخد علاج يخف ويرجع يعيا تاني، او واحد عنده التهابات متكررة بدون اي سبب وكل ما ياخد لها دواء ترجع له تاني. ده اهم سبب واهم عرض بيدل على ضعف المناعة. وهنا لازم الانسان يقف ويحاول يفكر ويتصرف انه ازاي يرفع مستوى المناعة عنده في جسمه في وقت زي اللي احنا فيه ده. طب يا ترى ازاي الواحد يقدر يرفع المناعة بتاعته؟ واحد هيجي يقول لي احنا نجري على الصيدلية نسحب كل الفيتامينز اللي موجودة فيها وناخد ادوية كتير 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 عشان ارفع المناعة. طبعا احب اقول له ان الكلام ده غلط تماما وهيأذي جسمه بصورة كبيرة جدا. اول حاجة لازم يعملها يتوجه للطبيب اللي هيخليه يقوم بعملية فحص شاملة لجسمه ويعمل تحاليل ويبدأ يحدد ايه العناصر اللي جسمه محتاجها، وعلى اساس كده يكتب له فيتامين معين
بجرعات محددة، لأن الفيتامينز دي مش بتتاخد عمال على بطال. الأيام ديت مع زيادة الخوف والهلع من الفيروس، وإن ناس كتير جدا ابتدأت تستخدم فيتامينز بطريقة غير علمية، في دكاترة زمايلي كتير ابتدوا يتكلموا عن وجود حالات من الفشل الكلوي ومن التسمم نتيجة استخدام الخاطئ للفيتامينز. لازم يا جماعة نعرف ان اقراص الفيتامينات بتتاخد بجرعات محددة ومش لكل الناس، ونتيجة الاستخدام الخاطئ ده بنلاقي ناس كتير اصيبت بفشل كلوي، واصيبت بمشاكل في الكبد، واصيبت بنوع من انواع التسمم. ممكن يجيلنا تسمم من الزنك، ممكن يجيلنا تسمم من اي فيتامين لو تركيزه زاد كتير جدا عن اللي احنا محتاجينه او الجسم محتاجه. فنهدى كده ونحاول نشوف المفروض نعمل ايه، لكن التوتر والقلق وان احنا نهجم ناخد نخلص الادوية اللي في السوق كله ويجي فعلا مريض في احتياج ماس للدواء ما يلاقيهوش، يبقى ده حرام جدا، واحنا كده بندمر صحتنا. علاج نقص المناعة. طبعا الكلام اللي انا هقوله ده يمكن ما يعجبش ناس كتير، اللي هي الناس المتابعة وسائل التواصل الاجتماعي وقاعدين على الفيسبوك 24 ساعة وشايفين ان الحاجات دي اللي انا هقولها ممكن ما تساعدهمش، لكن صدقوني هو ده العلاج لرفع مستوى المناعة، زي ما كبار الدكاترة اللي في جامعات على مستوى العالم بيقولوه. أول حاجة النوم، النوم الهادي المتواصل لمدة لا تقل عن 8 ساعات، يعني كده ندخل ننام على الساعة 10 بالليل أو 12 بالليل، ندخل نطلع كل الموبايلات برة، نطفي كل الأجهزة، نضلم الأوضة وننام لمدة 8 ساعات متواصلة، مش هنام ساعة واصحى قلقان ونام ساعتين واصحى قلقان. وحب انوه كمان انه عشان الواحد يقدر ينام 8 ساعات متواصلة لازم يعزل نفسه عن التوتر والقلق. لو انا قاعد على الفيسبوك عمال اتابع وادخل جوه دماغي مواضيع توتر وتقلق وتعصب وتخوف، هيجيلي نوم ازاي بالليل؟ لازم ابعد عن كل مسببات التوتر والقلق. اي اخبار ممكن تقلقني ولا هتزودني ولا هتقللني، لازم ابعد على قد ما اقدر عن مسببات القلق، لان القلق عامل رئيسي في ضعف المناعة. واحد هيجي يقولي طب انا ابعد عن القلق والتوتر ازاي؟ ولا حاجة. اول حاجة ان احنا نتكل على ربنا ونعرف ان كل واحد ليه معاد، سواء عنده كل الادوية اشتراها من الصيدليات وخزنها في البيت، انت كده خلاص يعني المرض مش هيجيلك وكده خلاص انت ضمنت ان انت تعيش طول العمر؟ لا. فاول حاجة ان احنا نتكل على ربنا. تاني حاجة نبعد نفسنا عن الاخبار السيئة، نبعد نفسنا عن الفيسبوك وعن اي اخبار ممكن تجيلنا ممكن تخوفنا وتحبطنا. لا بالعكس، الانسان لازم يكون هادي ولازم ينام نوم متواصل. تاني حاجة الرياضة، الرياضة بترفع مستوى المناعة بتاع الجسم. طيب واحد هيقولي انا عازل نفسي في البيت هلعب رياضة فين؟ في ابليكيشنز كتير جدا موجودة على البلاي ستور تقدر تنزلها وتقدر تلعب رياضة في البيت زي ما انت عاوز. لو بتنزل تقدر تمشي تلت ساعة على الاقل مشي متواصل، كويس جدا لمستوى المناعة. تالت حاجة تاكل اكل صحي وتبعد عن الاقراص الفيتامينات اللي ممكن تعمل لك مشاكل كبيرة. وهنتكلم كمان شوية عن الاكلات اللي انت ممكن تحتاجها والاكلات كمان اللي ممكن تقلل المناعة بتاعتك، علشان تبدأ تاكل غذاء صحي ومتوازن يرفع مستوى المناعة عندك. لو هنتكلم بقى على الوجبات اللي محتاجين ناكلها الفترة دي جدا جدا، اول حاجة هما الاطباء بيكلمونا على فيتامين سي
وأهميته لرفع مستوى المناعة. كل الناس جريت على السيريتارد وعلى الفيتا سيد وعلى الروتا سي وعلى الأدوية اللي موجود فيها فيتامين سي. طب ما احنا بدل ما ناخد الأدوية دي ونجري عليها لحد ما خلصنا اللي موجود في الصيدلية، طب ما احنا ممكن ناكل برتقان، ممكن نشرب عصير ليمون، ممكن ناكل يوسفي، ممكن ناكل فلفل الأخضر أو الفلفل الألوان. كل ده غني بفيتامين سي. يعني تخيل كده كل واحد مننا ابتدى يعمل سلطة، ابتدى يحط فيها الفلفل الأخضر، ابتدى يحط بروكلي، ابتدى يشرب عصير ليمون أو عصير برتقان كل يوم، ابتدى يحط الحاجات دي في وجباته بدل ما احنا عمالين ناكل أي حاجة لحد ما صحتنا اتدهورت. انت دلوقتي قاعد وعامل لنفسك عزل في البيت، او مثلا بتنزل شغلك كل يوم، يا عم كل جوافة، كل برتقان، كل يوسفي، الحاجات دي احسن مليون مرة من الاقراص. طيب ايه تاني ممكن نستخدمه؟ البنجر ممتاز جدا، الجنزبيل ممتاز جدا، الجزر ممتاز جدا جدا، وفي أطعمة كتيرة نقدر نقول عليها إن هي أحسن مليون مرة من الأقراص. الكلام ده مش أنا بقوله لوحدي كصيدلي، لا، الكلام ده أكبر الدكاترة الأساتذة على مستوى العالم في الجامعات بيقولوا إن الأطعمة من خضار وفواكه أحسن مليون مرة من الأقراص. الأقراص ليها أضرار على الكلى وعلى الكبد، وبتعمل تسمم لو اتخذت بجرعات غير مظبوطة، وده بيعمل ضغط أكبر على الدكاترة وعلى المستشفيات، لأن بيجيلهم حالات مش وقته خالص، لأن هم متفرغين وبيحاربوا مرض خطير. فإحنا المفروض نساعد الدكاترة بالطرق اللي هقولها دلوقتي. أول حاجة بلاش تزاحم، تاني حاجة نلبس الكمامة على طول، رقم ثلاثة التباعد الاجتماعي، كده انت حميت نفسك من الفيروس. لكن الهلع والخوف ان احنا كل شوية نروح للدكتور وكل شوية نختلط مع مصابين وكل شوية نعمل تزاحم في المستشفيات، ده هيتعب الدكاترة اكتر واكتر، يعني يضغط عليهم اكتر. كفاية الضغوطات اللي هم فيها في مجابهة الفيروس ونقص المواد الطبية، نقوم احنا نضغط عليهم اكتر بنمط حياة غلط وخوف وهلع زيادة. يا جماعة في ادوية كتير، في ناس كتير جدا محتاجين الاماكن اللي في المستشفيات ومحتاجين الدكاترة. بلاش نعمل تزاحم على المستشفيات باعراض تسمم من كتر الفيتامينات ومشاكل في الكلى كان سببها أقراص فيتامينات أخدناها بدون استشارة طبيب أو صيدلي. كنت عايز أقول إيه تاني؟ في أطعمة بقى بتقلل المناعة. واحد هيقول لي هو في أطعمة، في أكل ممكن يقلل المناعة؟ آه في أكل ممكن يقلل المناعة. أول حاجة السكر، استخدام السكر المبالغ فيه بيقلل المناعة بتاعت الجسم. استخدام الألبان ومشتقاتها، الحاجات دي ثبت مؤخرا في الدراسات العلمية ان هي بتقلل المناعة. التدخين، من اكثر الناس اللي معرضة للإصابة بفيروس كورونا والأمراض التنفسية الخطيرة المدخن. هيجي واحد يقول لي ما على الفيسبوك كاتبين ان التدخين بيقلل الإصابة بفيروس كورونا، هذه إشاعة من الإشاعات يعني المجنونة، إن يقولوا إنه التدخين بيقلل الإصابة بفيروس كورونا. لا، التدخين من أكتر العادات السيئة اللي بتخلي الإنسان يصاب بفيروس كورونا وبتساعد على تدهور صحته. الملح، طبعا أنا بقول الاستخدام المفرط للملح، يعني واحد بيستخدم ملح بطريقة كبيرة جدا، استخدام الملح بيضعف المناعة وبيخلي الإنسان معرض إنه هو حالته تتدهور لما يجيله كورونا. طيب
لو عاوزين نتكلم عن الناس اللي لازم يهتموا بأكلهم كويس قوي الفترة دي، أول حاجة كبار السن. كبار السن من أكتر الناس المعرضين إن هم يصابوا بفيروس كورونا، ومش إن هم يصابوا بس، لأ، كل الناس معرضة إن هي تصاب بفيروس كورونا، لكن اللي هم أكتر ناس معرضين إن حالتهم تتدهور، وده بسبب نقص المناعة، لأن مع كبر السن المناعة بتضعف. الناس دي محتاجة تستشير طبيب، ومحتاجين إن هم يهتموا أكتر بنمط الغذاء بتاعهم، ويهتموا أكتر إن هم محتاجين ياخدوا أقراص فيتامين. يعني أنا برشح للناس دي إن هو ممكن مثلا ياخد سنترم أو أي مجموعة متكاملة من الفيتامينز والمينرالز، ممكن ياخد قرص في اليوم بعد الفطار، هيكون كويس ليه جدا فقط لا غير. تاني حاجة من الناس اللي ممكن نقول إن مناعتهم ممكن تكون ضعيفة، الناس أصحاب الأمراض المزمنة، يعني واحد عنده ضغط وسكر وعنده أكتر من مرض تاني، ده من المرجح جدا إن هو يكون عنده ضعف في المناعة، وبرضه محتاج يستشير طبيب علشان ياخد أحسن فيتامين مناسب ليه. رقم 3، الناس اللي عندهم أمراض مناعية، أو ناس واحد مريض كانسر، ده أكيد عنده ضعف في المناعة، أو ناس كتير عندها أمراض مناعية ربنا يشفيهم، الناس دي عندها ضعف في المناعة، هي دي الناس اللي محتاجة إشراف طبي، ومحتاجة الأقراص الفيتامينز كتير اللي انتوا أخدتوها وخزنتوها عندكم في البيوت. الناس دي فعلا في أمس الحاجة للأدوية دي. من فضلكم يا جماعة بلاش الذعر والهلع من الفيروس، أيوة من حقنا نقلق، لكن لازم نتصرف صح، ونتصرف بدون ما نضر الناس اللي حوالينا، وبدون ما نضر جسمنا، ونعمل ضغط على الدكاترة والمراكز الطبية. أشوفكم دايما على خير، سلام.